اخواني واخواتي المتقاعدين والمتقاعدات، احرصوا على ان تستلموا كرت عافية الجديد في 46 مركز صحي في كل محافظات دولة الكويت، واحرصوا على ان تستلموا البطاقة الجديدة قبل موعد 15/7 اللي هو انتهاء البطاقة الحالية. واحب اذكركم ان عافية الجديدة فيها مميزات وتغطيات جديدة، وترى الخليج التأمين راح تسهل لكم طريقة الاستلام. والله يحفظكم وما فيكم إلا العافية.